موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل فتنة القبر من السنة. كما سبق أن البعض يعترض على أنه لا توجد أدلة في القرآن وذكرنا ذلك، والبعض الآخر ربما يقول لا توجد لا أدلة لا في القرآن لا في السنة. لا، هذه أدلة السنة كذلك، أضفها إلى أدلة القرآن. فالأحاديث الصحيحة في ذلك قد بلغت مبلغ التواتر، فمنها مثلا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وأيضا حديث القبرين اللذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبان، هذا والشاهد إنهما لا يعذبان. وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا، أي وجبت الشمس يعني غربت، فقال يهود تعذب في قبورها، وهذا دليل على أن القبور فيها عذاب، عفانا الله وإياكم. وحديث أسماء رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وفي قصة الكسوف أيضا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. كل هذه الأحاديث في الصحيح وكلها تثبت فتنة القبر، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من فتنة القبر، والحمد لله رب العالمين.